أوهانا هيلز فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة هادية مطل على ساحل الدامور، مؤلف من 85 فيلا على مساحة أرض 50,000 متر مربع، موقعه على بعد 15 دقيقة من بيروت مع أكسس سهل من الطريق العام. فيلاز دوبلكس مصممين بمودرن ديزاين، بتتراوح مساحتهم بين 200 و400 متر مربع، وكل فيلا مستقلة تابعة لإلا جاردن بين 230 و550 متر مربع مع برايفت بول بالإضافة لاثنين لأربعة باركينج. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة، مول تجاري، ريستورنت، هيلت كلوب وجيم، سوبر ماركت، بول وسبورتس كورت. جيتد بروجكت بيتميز بوجود بابليك جاردن 16,000 متر مربع، كهرباء ومي 24/24 بالإضافة لمينتننس تيم. هاي اند سبيسيفيكيشنز، دبل وولز وجليزينج، يوروبيان باثرومز وكيتشنز، تجهيز سولار سيستم واي سي. موقع البروجكت قريب من اهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحيه بالمنطقه. أوهانا هيلز فيلاز مشروع اندر كونستراكشن كاشف على سيفيو ما بينحجب، كل فيلا مستقله بعيده 12 متر عن الفيلا المجاوره، والتسليم ابتداء من 2020. تسهيلات مأمنة للدفع والتقسيط. Starting price $390,000. You are all I need. أيوب تاور ريزيدنشال وكوميرشال تاور موقعه استراتيجي بالأشرفية، تحديداً شارع السيدة، على بعد دقائق من ساحة ساسين وقريب من أهم المراكز التجارية بالمنطقة. ألف من 3 بلوكس، 13 طابق كل بلوك، ومساحات الأبارتمنتس الأفيلبل للبيع 100 و128 متر مربع. أما بآخر طابق شقتين مميزين، دوبلكس 165 متر مربع وسامبلكس 256 متر مربع. قسم من الأبارتمنت شقتين بالطابق وقسم مساحته 100 متر مربع شقة واحدة بالطابق. طابقين مخصصين للأقسام التجارية صالحة للمؤسسات والبنوك، وبتتراوح المساحات بين 80 و275 متر مربع. High End Finishing وInternational Standards بالعمار، Security عالية وSafety System ضد الحرائق والزلازل. أيوب تاور بيتميز بPrime Location وAccess سهل وكاشف على فيو بحر وجبل، أما التسليم بأواخر 2018. فرح تاور لوكجري كوميرشال وريزيدنشال تاور ببيروت، تحديداً تقاطع شارع الجزائري مارليس، على بعد 5 دقائق من وسط المدينة وأهم المراكز التجارية. مؤلف المبنى من قسم تجاري جراوند فلور وفيرست فلور مع ميزانين صالح للمؤسسات الكبيرة والمصارف، و11 طابق قسم سكني، بتتراوح مساحات الشقق بين 180 200 و360 متر مربع. ثلاث مداخل منفصلين للمبنى، ومدخل القسم التجاري مستقل عن مدخل القسم السكني. ستة underground floors للباركينج والستورج رومز، بالإضافة لستة elevators ثلاثة لكل قسم. بلوك واحد مفصول بجاردن وخضار، high end finishing داخل المبنى، دبل وولز ودبل جليزينج، فاير الارم سيستم، فل هايت جلاس فاساد، انستولد يوروبيان كيتشنز وباثرومز، هيتينج سيستم وثلاثه برايفت جنريتورز. فرح تاور ببرايم لوكيشن باعلى نقطه ببيروت مع فيو على المدينه والبحر وخليج جونيه والجبل، حاليا البروجكت اندر كونستراكشن والتسليم باوائل 2020.